بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير جميعا. حقيقة هذه فرصة طيبة نلتقي بكم بعد فترة طويلة، وأعتقد أول لقاء بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. وبهذه المناسبة طبعا لابد من توجيه الشكر للمنبر الديمقراطي على دعمه ومساندته من خلال حث أعضاء للتصويت لي أنا شخصيا، وطبعا لأعضاء كتلة التقدم. وحقيقة هذه فرصة أن نتحدث عن هم من هموم هذا البلد المتعلق بالفساد المستشري في معظم مرافق الدولة. المشكلة أنه إحنا عندنا مؤسسات كثيرة جدا، يعني على رأسهم مجلس النواب، وهناك أيضا طبعا إدارة خاصة بمكافحة الفساد تابع لوزارة الداخلية، وفي طبعا مجلس المناقصات، العديد من المؤسسات التي تقوم بشكل أو بآخر بمكافحة الفساد. لكن حتى الآن لم نجد ما يشفي غليلنا في وقف هذا النزيف، نزيف التعدي على الأموال العامة في الدولة. وطبعا هذا التقرير بلية، طبعا أقدر أشيله بعد، التقرير 15. في أحد الأخوة سألني الحين سؤال، قال يعني عن 15 تقرير ولحد الآن ما صار شيء، ما حد يعني قدم حتى يعني لمحاكمة بتهمة الفساد، أو يعني ما اتخذ ضد إجراء وما صار شيء، فش السبب؟ طبعا هاي سؤال أعتقد وجيه ولابد أن احنا نحاول نجاوب عليه. أعتقد يعني أنه السبب الرئيسي مو قلة المؤسسات بقدر ما هو عدم فاعلية المؤسسات الموجودة على ما أعتقد، وأيضا ضعف دور المجتمع المدني في التصدي للفساد. يعني جمعية الشفافية ما مقصرة حقيقة في هذا المجال، لكن يعني نطاق عملها بعد محدود في ظل يعني الضغوطات الموجودة. أيضا على كل احنا نبدأ بأنفسنا أولا كنواب، كمجلس نيابي وكسلطة تشريعية، أعتقد مسؤولية كبيرة تقع علينا في التصدي لظاهرة الفساد. وما شاء الله التقرير السنوي يسخر بالعديد من إذا مو فساد حالات مخالفة، نهاية فساد يعني مخالفات نسميها، جرائم نسميها، اللي تكون في النهاية هي حالات فساد صغيرة كانت أم كبيرة. فبالتالي يجب يعني وقف النزيف أولا والتصدي للحالات الفاقعة جدا. وأنا طبعا أيضا نسيت أذكر أن في هناك عندنا إحنا نيابة عامة، وديوان الرقابة نفسه أيضا اللي يقوم بإصدار هذا التقرير عليه دور أيضا، بالإضافة لإعداد التقارير، ما يقصرون طبعا. هذا التقرير تقرير جيد وتقرير متعوب عليه، تقرير مهني بامتياز، ويعني يتعلق بالكثير من النواحي في الدولة، سواء كان التدقيق النظامي أو تدقيق الأداء أو التدقيق على الجوانب الإدارية وقلة الأنظمة والتشريعات. لكن في النهاية أيضا أنا أعتقد أن لابد أن يكون في دور للديوان أيضا في إحالة المخالفات الجسيمة على الأقل إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وتطبيق القانون بحذافيره على الفاسدين. فيما يتعلق بمجلسنا النيابي، طبعا تعرفون هذه خامس برلمان من 2002، أول برلمان انتقلنا إلى 2006، 2010، طبعا 2011
هذه تكميلي عندنا 2014 و2018 آخر برلمان، وحقيقة عاقدين الآمال على وجود وجوه طيبة إن شاء الله تقدر تتصدى لحالات الفساد، ونحاول طبعا. أنا راح أتكلم عن أيضا آلية عمل مكافحة الفساد فيما يتعلق تحديدا بالتقرير أولا، وبعدين بشكل أشمل شين الأدوات، يمكن معظمكم يعرف، لكن بنعرج عليها سريعا ونشوف وين ممكن احنا نتعاون وياكم في هذا المجال. أولا التقرير وصل للمجلس وقدم رسميا لرئاسة المجلس، وحسب الإجراء المتبع يحال إلى اللجنة المختصة للنظر في الموضوع وتقديم تقرير بذلك. اللجنة المختصة هي اللجنة المالية الاقتصادية. طبعا اللجنة هذه تقريبا من اللجان الكبيرة، لأن عندنا التشريعية والمالية هما أكبر لجنتين من حيث العدد، وأعتقد أيضا من حيث الأهمية هي لجان مهمة. طبعا عندهم 8 أسابيع في مدة محددة أمام اللجنة أن تتعاطى مع هذا التقرير البلية يعني، وبالتالي تقدم تقرير للمجلس ليرى المجلس ماذا يفعل تجاه حالات الفساد. إذا كان التقرير دسم، إن شاء الله يكون دسم، نتمنى ذلك. وطبعا التقرير رايح يتضمن شيئين، الاستنتاجات والتوصيات. طبعا المجلس بيناقش التقرير بمجمله، بيناقش الاستنتاجات، بيناقش التوصيات ايضا، ومن ثم طبعا يصوت على التقرير. وفي النهايه طبعا نشوف شنو في التوصيات موجوده، لكن امام النواب يعني ادوات معينه متاحه للتصدي لحالات الفساد ولتنفيذ ايضا التوصيات. يعني اذا كانت توصيات تتعلق باحاله شبهات معينه مذكوره مبينه واضحه الفساد، فممكن احاله هذه الحالات الى النيابه العامه مباشره، والنيابه العامه ان شاء الله تباشر دورها في ذلك، ونامل ان شاء الله ان الامور تكون طيبه يعني. الجانب الآخر طبعا احنا عندنا مجموعة من الأدوات الرقابية اللي ممكن احنا نستخدمها، سواء في استجلاء الغموض في بعض جوانب التقرير، او حتى يعني في فتح الملف بشكل أوضح من خلال، طبعا الأول يكون سؤال، يعني ممكن الواحد يسأل، النائب يسأل إذا يبي يستوضح عن أي جانب من جوانب الموضوع، وبالتالي يحصل على إجابة من الوزير. ممكن يروح أو مجموعة من النواب يلجؤون إلى تشكيل لجنة تحقيق، وأنا أعتقد أنا شخصيا مع لجنة التحقيق، لأن هذه اللجنة تقدر تطلب كل اللي تبيه عمليا، وتقدر يعني نوعا ما يعني تحقق مع الموظف الكبير والموظف الصغير، وبالتالي تقدر تجمع معلومات كبيرة، تشوف مثلا على سبيل المثال ليش في حالات فساد مستمرة على مدى مثلا خلينا نقول 10 سنين أو على مدى أكثر من ذلك. فبالتالي نقدر من خلال لجنة التحقيق نوصل أيضا إلى توصيات، وهذه يودينا إلى الاستجواب. يعني ممكن من خلال لجنة التحقيق يفتح باب الاستجواب للوزير المعني، ومن ثم طبعا يتم طرح الثقة فيه أو عدم طرح الثقة فيه حسب الكيسز.
أو أنه ممكن إحنا يعني حتى في لجنة التحقيق البرلمانية نشوف أنه في قصور في بعض الجوانب التشريعية على سبيل المثال. يعني إحنا كمجلس أيضا أعتقد لائحتنا بحاجة إلى تعديل من خلال المادة 145 اللي تقيد عمل المجلس في عدم التصدي للوزراء اللي طلعوا من الوزارة أو هم في الوزارة بس تم تدويرهم، يعني هو أو حتى لو في منصب. يعني المشكلة إنه حتى إذا في منصب وصار له ألقى سنة ما تقدر تحاسب، يقول لك لا بناء على المادة 145 اللي هي على الاستجواب أساسا ما ممكن أنت تحقق مع وزير تغير يعني صارت وزارة جديدة والفعل اللي صار كان في الوزارة السابقة خلينا نقول، فيقول لك ما يصح ما تقدر. فإحنا هذا المادة يجب تعديلها بأسرع وقت حيث يتاح لنا فرصة إن إحنا نقدر يعني نستهدف الوزير اللي قاعد على كبد الوزارة على مدى 4 أو 5 فصول ما تغير، وحتى المخالفات ما تغيرت يعني ظلت موجودة كما هي. فبالتالي أعتقد هذه أيضا من الأمور اللي إحنا بحاجة لأن نتكاتف ويعني نتقدم بتعديل اللائحة. اللائحة في كثير من الجوانب بحاجة إلى تعديل، يعني حتى موضوع الاستجواب ما ممكن بسهولة أن إحنا نستجوب إلا إذا يعني كان عندنا عدد معين، والإطاحة بالوزير لا يمكن إلا بوجود 2/3 لو 27 نائب، فتحقق هذا العدد صعب صعب جدا. فبالتالي أعتقد إحنا بحاجة إلى إعادة غربلة اللائحة الداخلية وقدر الإمكان فك القيود الموجودة حاليا بحيث نقدر ننطلق في مجال عملنا البرلماني سواء كان في التشريع أو في الرقابة أساسا. يعني هذه على عجالة النقاط اللي بغيت بس أستعرضها. أنا حقيقة ما تمكنت من قراءة هذا التقرير. أنا أتصور أن إحنا بحاجة إلى تشكيل لجنة ممكن تكون من خلال مثلا لجنة أقول جمعية الشفافية، شكل لجنة لتقديم على الأقل يعني تصور أو قراءة التقرير بشكل مهني أيضا، وتقديم تصور معين وتوصيات معينة لنا إحنا كنواب أيضا للمجتمع المدني أن نستفيد من ذلك. وهذا أيضا إحنا نحقق يعني الجانب الإيجابي في التعامل مع المجتمع المدني، اللي إحنا حريصين كل الحرص أن يكون في هناك تعاون وتنسيق كبير بيننا وبين المجتمع المدني والجمعيات السياسية على رأسها. شكرا.